هستكمل مع حضرتك كنت فندم الحوار، بس طبعا جدير بالذكر يعني اللي وجه الدعوه واللي بيتابع هذا الموضوع شخصيات مصريه وطنيه، هم اعضاء مجلس التعاون المصري البريطاني تحت الانشاء. استاذ نال برحب بحضرتك، اهلا بيك. فكره كويسه وفكره ايجابيه، وانت شايف ايه المردود اللي ممكن يعود علينا احنا كمصر عندما تظهر صورتنا على وجه دقيق وواضح ويتم نقلها بشفافية ووضوح؟ شوف حضرتك، هو مجلس التعاون العربي البريطاني، مجلس التعاون البريطاني ده أنشئ في بعد العدوان بحرب ست الأيام الستة، وكريس هو رئيس المجلس. بالنسبة لي أنا وبالنسبة لمصر، طبعا مصر بلدنا وبتهمني جدا، بتهم أي مجموعة من الزملاء عندنا في إنجلترا، في ناس كتير أو بتهمهم مصر كويس قوي زي ما بتهمنا بالظبط. أنا ابتديت كان أهم حاجة عندي في الوقت الحالي كبداية، بحيث إننا نخش بعد كده في الاستثمار، السياحة، الآراء الثابتة بالنسبة لتصحيح المفهوم ما بين المفهوم البريطاني والمفهوم المصري، لأن مصر تهمنا أكتر من أي دولة أخرى، لأن دي بلدنا أولا، وتصحيح المفهوم المصري عند البريطانيين نفس الحكاية، فايس فيرسا العكس يعني. فأنا عملت مركز طبي هنا، ومركز غزالة الطبي في نزلة الطلبية على طريق الدائري محرر 28، وكان دي بداية التعاون الحق كريس وأعضاء المجلس والزملاء عندنا في بريطانيا تعاونوا معنا. و حاليا لسه جايبين بروفيسور مارك ثيرست، هو الخبير العالمي بالنسبه للفيروس سي، وجاوا حاضر الاطباء عندنا، واحنا دايما في اتصال يا اما على الانترنت او بالتليفون ما بين دكاترتنا وامبيريال كوليدج في انجلترا في حالات كتير قوي. فده كان بدايه التعاون، ان احنا يبقى في تعاون صحي ورعايه صحيه بالنسبه للاندر بريفليج، للناس اللي هي على قدها اللي على حالتها. احنا الموضوع بعد كده كبر وبقى تعاون، كبر بقى وداخل بقى وداخل معنا في الاديوكيشن برضو، وبعدين هيخش في تصحيح المفهوم اي مفهوم كان. وطبعا في سوء تفاهم بيحصل دايما يعني، سوء تفاهم ده بيحصل ما بين الزوج وزوجته بصفه مستمره يعني. ده اذا افترضنا ان التشبيه مناسب لواقع مشاكلنا. هي سامعاني دلوقتي. اتفضل. احنا قلنا نطلق مبادره، اول حاجه عملناها ان احنا عزلنا مستر كريس هنا في مصر، قلنا له يجي يشوف مصر ازاي عامله ازاي. مصر امان، مصر ما فيهاش مشاكل. راح زار شرم الشيخ، ودي كان اماكن المفروض ان في تحذير، مفيش طيران. نزلنا كايرو، بعد كده رحنا شرم الشيخ. مستر كريس شاف الجو عامل ازاي، عجب الجو، هو يقدر يتكلم على الزياره دي اكتر مني، هساله. فدي كانت من ضمن المبادرات اللي احنا عملناها، وقلنا كابو او مجلس تعزيز التفاهم يقدر يساعد مصر في الحته دي. يعني احنا عندنا زي ما حضرتك عارف في مشكله في موضوع، وده اصلا طبيعه شغل كابو. كابو بتحاول تعزز العلاقات او بتحاول تعمل تفاهم من وقت 67، تفاهم بين العرب والانجليز. بس مفيش دور لمصر، يعني مفيش دور لمصر خالص، هو الاتجاه كله متجه لسوريا والعراق والحاجات اللي هي فيها مشاكل. مصر اعتقد مفيش، عشان كده احنا حبينا نوجه دعوه للمستر كريس يجي ويزورنا ويشوف مصر عامله ازاي، ويستمتع بجو مصر ويستمتع بالامان اللي موجود في مصر.